الأمر الآخر المهم وأود أن تؤكده لنا، لأنه أنا قرأت في الكتاب، الناس ما بيعرفوا شو في بالكتاب للأسف، مش كتير عرب بيقرأوا، هو قولكم أنكم في مصر كنتم ترتبون زيارة الرئيس فؤاد السنيورة لعند الرئيس بشار الأسد، وأنه كان قابلا بذلك حتى بعد اغتيال الرئيس الحريري. شو السبب كنتم عم تحاولوا تقنعوا يطلع على سوريا؟ يعني انه احنا الاتهام كان بيوجه اصبع الاتهام الى مسؤوليه سوريا عن اغتيال الرئيس الحريري، فبالتالي كنا بنحاول ان احنا، هي المساله انه كيف نصون، كيف نحافظ على سوريا، لان سوريا دوله هامه في المشرق. انت مش شايف، على سبيل المثال، على سبيل المثال لمجرد الشرح كده، انه في 2011، في الفترة من 2003 الى 2012 تم تدمير المشرق. صحيح. في عقد كامل تم تدمير المشرق. صحيح. العراق دمر واحتل. سوريا ادينا شفنا الوضع اللي هي انفجرت فيه. لبنان اللي هو الوضع اللي هو انفجر فيه. صحيح. وبالتالي هل يرضي العرب انه المشرق صاحب الحضارة، التأثير الأدبي والثقافي والعلمي للمشرق ينتهي به الحال الى انه نشوف عواصم مثل بغداد ولكن هناك في ودمشق هكذا وبيروت هكذا؟ في وجهة نظر معالي الأمين العام وحضرتك، يعني وأنا لذلك أنصح بقراءة كتبك، لأنه عامل أيضا تحليل فكري سياسي جيوستراتيجي مهم بالكتابين، في فكرة أنه الدول التي دمرت عمليا 5 أو 6 دول كان لها علاقة مباشرة بفلسطين، يعني نتحدث عن سوريا، لا، هي دول الجمهوريات، حتى الجزائر يعني 10 سنوات، هي دول الجمهوريات، دول الجمهوريات ما بعد 52. أوكي. دول الجمهوريات العسكرية هي دي اللي تم تدميرها، إلا لبنان لأنه ما كان دولة عسكرية، الحمد لله. طيب، بس ما زال بيعاني زي ما احنا شايفين. الرابط لأنه كانت جمهوريات عسكرية برأيك، أو لأنه أيضا كانت معقل للدعم المباشر للفلسطينيين؟ وبالتأكيد، لأنه هو أنت صدام حسين مش قصف إسرائيل بصواريخ، يعني صواريخ شبه يعني بدائية، ما كانت يعني متطورة جدا، يعني الإنسان يخجل أنه يقول طفولية، لكن قصف، فكان عليها أن يدفع الثمن. سوريا تصدت، كان عليها أن تدفع الثمن، وهكذا القذافي بتصرفاته كان عليها أن يدفع الثمن. كل من تصرف بشكل استفز العالم الغربي وإسرائيل انتهى به الحال إلى أنه الثمن كان بالغ. طيب معالي الأمين العام، بالعودة إلى موضوع لبنان، حين التقيت بالرئيس نبيه بري ماذا فهمت منه؟ بماذا نصحته؟ هو شخصية يعني ذات تأثير، وله تفكيره، وهو يعي أنه يجب أن يكون هناك توافق، وفي غياب التوافق لن يحدث شيء، ولكن هو يسعى لتوافق يمكن أهل لبنان على الاتفاق على 2، رئيس ورئيس حكومة، ورئيس حكومة، و يقدر علاقات القوة الداخلية، ويقدر أيضا المصالح الخارجية. هو واعي جدا وفاهم جدا ماذا يحيط بلبنان. يعني حين يتحدث أمامك كأمين عام الجامعة العربية عن توافق، إذن هو ليس متمسكا بشرط واحد، سليمان فرنجي، هل شعر ذلك؟ يعني لا أعتقد أنه يصمم أن هذا هو الأمر. أعتقد أنه عقله مفتوح في هذا السياق.